مع بنت رمضان، الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى. أكيد ما نجم يكون كان بن أخرى. مرحبا بالناس كل اللي معضلة موجتنا علينا، موجتنا علينا اللي هي بنة رمضان على الحياة فم توا مالتيثا 21 دقيقة. دائما احنا معاكم حتى للخمسة بتاع العشية بمختلف الفقرات بمختلف الكادوات، ودائما لكيف تكون معاكم حاضرة ان شاء الله. هكا نكملوا رفقوكم لمحل اليوم الحلقة القبل الأخيرة في بنة رمضان. سيفون هو يمت رمضان تعدي والحمد لله يا ربي، هكا ان شاء الله الناس كل تصوم وتفطر بالصحة يا ربي. سينو قبل ما نبدأ نرغم مرسي لتوني نو سبونسور الكل اللي دائما مأمنين لنا الحصة كيما كل يوم، سبيسيالمون تو كان اللي دائما مأمنة لنا الحصة من أول شهر رمضان المعظم لاخر نهار في شهر رمضان المعظم. اكيد نحكيو على لي برودوي الصحيه، نحكيو على الحاجات البنينه، نحكيو على هريسه النار الجربه، ونحكيو على طماطم البيروكي، نحكيو زيد على لي برودوي اللي ما فيهمش برشا كالوري وما فيهمش مصبرات كيما المعجون. الوغ ما نودوكم كان بالحاجات الباهيه والحاجات الصحيه والحلوه. ايضا شكر كبير للفريق جي اس ام اللي ديما عامل لكم لي كادو نتاعكم كيما كل يوم. عندكم تشجينا كيما كل جمعة تجربة في التراج وصور وتلقوا كادو مزيان من أهداء في البي جي اس ام. أيضا فارماسي رين اللي دائما زادت ودكم بالكادوات، هذا كله أكثر معنا في بنة رمضان. إن شاء الله نكونوا بنفس الطاقة دائما معكم. سينا وضحية زادة كبيرة برشا برشا لكيب الكل باش أملكم للحصة اليوم. تحية لزميلنا أحمد المخلوفي معكم كوتي إخراج وتكنيك، سينا وزميلنا سهيل في الإخراج التصويري، ومرحبا بالناس كل اللي قاعدة تفرجنا فيا فيسبوك. سينو معكم نور بيجي من قدام الميكرو ومعنا الكيف الكل. مرحبا حمزة بالشيخ. مع السلامة، مرحبا بيك نور، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة الحياة فام، مرحبا صلاح، مرحبا الناس الكل اللي حاضرين لهنا في الاستوديو. شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. صحيح صحيح. وشهر المدارات والمدارات. صح. وشهر الحب. صح. وشهر نزرع في قلوبنا الحب. أكيد. وشهر الايامات احنا وصلنا الايامات الاخيره، هذول الايامات الاخيره هذه العتق من النار. اكيد اكيد معناها لبس. وحبوا بعضكم وما تبغضوش بعضكم وما تكرهوش بعضكم. صحيح. صحيح. الدنيا فيها حب وفيها صحيح. موت. صحيح صحيح. ما حلاهم الكلمات هذو، ما حلاهم الكلمات الحلوه هذه من عند ما يدوم في الواد كان حجره. صحيح. وساعدك يا فاعل الخير. وساعدك يا اللي ماشي في الزنقه راهي طول ليلها وتمشي تقصر بيك. كنزك هو فعلك ومالك. ومالك شنو مالك؟ الكلام الحلو اللي تقوله. صحيح صحيح. خليني هكا سارحه حمزه. لا والله وقتها بدون لقيت مقول. صحيح. لا بالحق. ما هو من خرج من القلب لا بالحق. كلمات حلوه برشا برشا. وعيدكم مبروك. وعيدكم مبروك. سي فاهم يعطيك الصحه اللي انت الحقيقه دائما كنت معنا تقدم في ماتيغ حلوه برشا 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 ونسنا تيره شهر رمضان. شنو مرحبا بك صلاح. يا مرحبا بك يا نور، مساء الفل عليكي ومساء الفل يا حمزة على كافة السادة مستمعين إذاعة الحياة اللي بيسمعونا على 90.3. والله بعودة يا رمضان، يعني كهو رمضان خلاص الضيف الكريم وشك على الانتهاء والمغادرة. الواحد على قد ما هو فرحان يعني بليالي رمضان، صح، على قد ما هو زعلان، بس أكيد يعني ربنا يجعل لنا نصيب من رمضان العام اللي جاي. وبالمناسبه عاوز اقول القيروان امبارح كانت عروس باتم معنى الكلمه، يعني ما شاء الله كانت الاحتفالات والمهرجانات. حضرنا مع ذات الحياه في الاحتفاليه اللي كانت في الاجواء الرمضانيه ل 27 في القيروان. حاجه استثنائيه، حاجه عالميه بجد، يعني فعلا رمضان في القيروان طعم اخر وحاجه ثانيه خالص، يعني في جو روحاني، في حاجه سبحان الله، يعني في حاجه من من من, من السكينة كده والطمأنينة، خصوصا في القيروان بوجه عام وفي المناسبات الدينية، إن كان المولد أو إن كان رمضان، وليالي رمضان بالذات
لا 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 بجد بجد يعني يا بختكم بالقيروان فعلا في كل حاجة والله، وكل سنة وانتم طيبين، ويجي علينا العيد بالحب والتسامح والفرحة والهنا يا رب إن شاء الله علينا وعلى كل السادة المستمعين اللي بيسمعونا. أمين يا رب، يعطيك صحة صلاح، ودائما احنا بنكون موجودين معاكم لآخر يعني دقيقة في بنة رمضان اللي هي إن شاء الله بتكون آخر موعد معاكم غدوة جمعة إلى أن نلتقي في حصص أخرى. سينو الغوسات متاعنا كما العادة بتكون حاضرة مع غوسات توكال، أيضا اللي كادو بتكونوا موجودين مش يكونوا كما العادة موجودين في الشوارع القيروانية. سي فوز تاكا دي تاكسيست وعلى عندكم تاكسي عدل الموجة من توا 93 خاطر بعديك احنا والليكيب باش نكونوا موجودين في الشارع القيرواني، ونجموا هكا نختفوكم ونجموا تربحوا معنا كادو مزيان من اهداء الحليوي فراغرانس. سينو احنا الوقيت هذايا متعودين ومستنسين بكم باش طلعوا تشنشيناتنا ووقيت تشنشينا وقيت تشنشينا تشنشينا. يا سيدي تشنشينتنا لليوم سهلة، وتشنشينا قبل الأخيرة في بنة رمضان تقول يحكي على اثنين واحد هازو واحد مهزوز، الأول متغذي ورزين والثاني قاعد ديما حني. يحكي على اثنين واحد هازو واحد مهزوز، الأول متغذي ورزين والثاني قاعد ديما حنين. اشنو تنجم عندك تعرفها ساعة حمزة؟ متعرفيش؟ عندك اقتراح؟ وصلت اقتراح. انت ديما وصل اقتراح؟ لا 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 بجد فعلا خليقة نورمال مو نورمال مو خليقة خليقة؟ يعني اقتراح اعطيني مساج. لو لما قال خليقة عادت لي وجهة النظر تاني اختلفت، كان في دماغي حاجة تانية بحق مالك وخليك تعرف تخمر اخرى خليها جول لود تاني مالك. نسأل المستمعين عندهم اقتراح ينجموا يخليوه على الباج اوفيسيال متاعنا، يخليوا لي كومنتير متاعهم، واكيد عندكم كادو تنجموا تربحوه من اهداء الفريقي جي اس ام. وهذه كانت تشنشنتنا بالنسبه لليوم. وقيت تشنشينا تشنشينا. يلا سيدي مكملين معاكم دائما بالموزيكا، هذه هي بنة رمضان. مرحبا بالناس كل ما عض الموجة علينا على 93. بنة رمضان بنة رمضان بنة رمضان. مرحبا بالناس كل ما عض الموجة علينا. لقيت هذايا دائما نمشيو للصندوق عجب نشوفوا شنو فيه تصفيت مع حمزة بالشيخة. صندوق عجب صندوق عجب. سيدي مرحبا بك سي حمزة، ان شاء الله تكون هكا في فورما وبخير. عسلامة. مرحبا الناس الكل، الفورما موجودة الحمد لله والخير نصنعوه الحمد لله والحمد لله. والصندوق مليان خبايا وكنوز. مليان الصندوق. اليوم باش نحكيو فيه على عيشوش. عيشوش ولا عيشة ولا عيشة القصيرة؟ ولا عيشة القصيرة هي حاجة خرافية برضو يعني ولا خرافة؟ خرافة هي هزلية شوية معناها تضحك شوية هكا وفيها كل الطرفة من الفلكلور فلكلور التونسي يعني. اي فلكلور تونسي صح. يا سيدي يا سيدي هاتي معندك. قال لك يا سيدك على خالتك عايشة القصيرة، بيتتها صغيرة، عامين ما كنستش دويرتها، نهارت اللي كنستها لقات فيها فهمت الله فليس. قالت يا ربي ايش باش نشري بيه ايش باش نشري بيه، زعما ايش باش نشري بيه. شريت بيه كما نقولوا حلوة بر الترك وخليت شوية على وذن الخابية لبنتها. روحت بنتها من دار المعلمة قلت لها يا أمي جعت، قلت لها يا بنيتي ايش باش نقول لك اليوم يا بنيتي، سيقت الدار ونفضتها ونظفتها ما لقيتش باش نطيب، اما هني فمني خليت لك خذيت لك طرف حلوة بر الترك وحطيتها لك على وذن الخابية. دخلت بنتها المقصورة تلقى النحلة كلت الحلوة، خرجت هاك البنيه ما نحكي لكمش على البكاء والغريت، يا امي يا امي راي النحله كلت لي حلوتي. شقت خالتها عايشه القصيره وقالت يعطيني قدري وزماني ونحله تاكل الحلوه متاعي، انا مازلت بها سفساري وعجاري. خذيت سفساريها وعجارها اتلحفت ومشت للديوان. اي نعم ديوان سيدي القاضي. تلقى سيدي القاضي قاعد على فرد بنك، لحيته على صدره كشتاته على راسه برنوسه على كتافه
قالت له يا سيدي القاضي القضية يلي تحكم راك تحكم على الوالي وتبري له ليا. قال لها لا 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 انا قاضي نحب العدل. قالت له انا امك عايشة القصيرة. قال لها نتشرفوا. قالت له بيتي صغيرة. قال لها على قدك. قالت له عمين ما كنستهاش. قال لها من وسخك. نهارت لك نستها. قال لها تابع عليك ربي. لقيت فيها فليس. قال لها ناب عليك ربي. قالت ايش باش نشري بيه ايش مشري بيه. قال لها اللي يشتهي خاطرك. شريت بيه طرف حلوة اكليت تشتر وخليت تشتر لبنيتي. قال لها ما هي كبدة. قالت له يا اخي جت النحلة اكليتهم يا سيدي القاضي. اضحك القاضي حتى طاح على ظهره. ومنها قال يا باش عون يا باش عون. قال له نعم سيدي. قال له جيب لي دبوزة حديد وصرة فيها 100 ريال محبوب. جيبهم له يا سيدك. أي أمي عايشة هذا 100 ريال محبوب تعويض من بيت المال على الحلوة بتاعك اللي كلتها لك النحلة. وهذا الدبوز الحديد قال لها كي ترى نحلة اقتلها به. أي عمك القاضي وسيدك القاضي مازال يتكلم. والنحلة بدأت تعمل فوق كشتات سيد القاضي. ركزت أمك عيشة القصيرة ما كانتش من العكزين. هزت هك الدبوس الحديد وشرعت طبقها طول عرض وقالت لعرب رحلت. جابت سيد القاضي ما في عينه حتى فلك. كعب ذي كما حكيت تشبه لأمي سيسي شوية. تشبه لأمي سيسي تكنس القاتل فليس شش نعمل بيه شنو كذا. يعني في الآخر القاضي هو الضحية. القاضي مسكين هو الضحية. في باله معناها أعطاها 100 ريال وكذا وعطاها دبوس. قال له كل ما ترى نحلة هو معناها كلي يستهزئ عليها كيت منيك عليها. قال له معناها كترى نحلة أضربها وكذا. يا أخي بزهر وبعمره فهمتني لسي القاضي. جت النحلة على راسه وهي في يدها الدبوس عملت هكا المجا في عينه. يعمل زي ما يقولوا واحد صعيدي ده حاجة طرفة بسيطة. يقول لك واحد صعيدي من كتر حبه في ابن عمه شاف دبانة على راسه تخاب النار. من كثر موته من كثر الحب على غال. هو النوي ومنوي النوي ومنوي معناه هو النوي باش يمنعوا من المذبنة ما تخرج. اللي حابين نخرج هكا شويه من حابين نحكيوا حاجه طريفه شويه كان ضحكوا ندخلوا البسمه والبهجه. ايامات عيد وايامات فرحه لازمنا نكونوا من مدخلي الفرحه سباقين في الفرحه. حابين ان شاء الله تكون عجبتكم الحكايه الطريفه وخليكم ديما تسمعوا فينا وفي فقراتنا المتميزه. يعطيك الصحه حمزه بالشيخ اللي ديما هكا تدنا بالحكايات الجميله والمزيانه في صندوق عجب. والله تحية ليك انت مرة أخرى حمزة على خاطر نعرف فاش في والله حضرتها تو معناها راهي هي أنا مستانس نحضر كل ليلة خدمة. أيوة البارحة بحكم معناها نهار ريكسبسيونيل وكل شيء وكل شيء حصلوا اليوم. لا يعطيك الصحة جبت في إن شاء الله تكون عجبتكم. أنت في جميع حالاتك رائع والله حمزة حتى لو إيه سبع على الله. يا سيدي احنا مازلنا متواصلين معكم وأكيد دائما نقولوا لو عندنا هذه الرغيك مع شوية نجم تلقاونا في الشارع القيرواني. معكم كنت عندو 93.3 أي تاكسي باش هكا نختفوها ونلقاوها عندها أو معدل موجعة 93.3 أكيد عندها كادو مزيان من إهداء الحلوي إف خاكانس. سينو حاضر نحكم مع شوية أكيد عندنا الغوسيت نتاعنا تكالو بين الملح والحلو. يلا كنت معكم بالموزيكا التونسية التصويت ورجعنا. بنت رمضان بنة رمضان احنا مازلنا متواصلين معكم اكيد على بنة الفيلم هذه بنة رمضان. احنا مازلنا متواصلين ودائما عاود نذكر اللي بعد شويه اللي كيف الكل باش تكون البرا وعندكم فرصه باش تربحوا كادو مزيان. الكادو كيما هذاك ما تراوه سي بون احضر موجود بحضنا في الاستوديو من اهداء الحليوي افخاغرونس. اكيد نحكيو على بارفيمري مزيانه برشا عريقه برشا نعم 85
البارفومري من اول لي بارفومري اللي جبت البارفان دو لوكس في القيروان تودكم باشا ارتيكلوات بور اوم اي بور فام سبيسيالمون هذه المحله الكادو ماشي ديريكتومون بور لي فام المحله بما انهم تعبوا معنا في رمضان وتعبوا مع عائلتهم في التصنيف في الكوجينه الوغ احنا والحليوي فريغونس نحبوا نقدموا لكم او نردوا لكم الجميل هذاك رد الجميل بحق الملح كادو مزيان يستاهلكم بيان سور من اهداء الحليوي فريغونس سينو الغسيت متاعنا ديما حاضرة تتفيد في غسيت تكال غسيت تكال غسيت تكال شيف أمين مرحبا شيف يا مرحبا مساء الأنوار قاعد نتفرج توا على الميسرة متاع الحوت هي بدات اليوم ما شاء الله خيرات ربي بدايك الحوت بداي البوري وبداي كيفاش قولوها هي طيب له بالتابل وجيبوه هابل صح خيرات ربي معناها اللي يحب توا يحضر العولة متاعه ويركب اموره اللي يحب ينحي كعبات كروفيت شوية شويبي شوية قرنيت كل قدير وقدر وكل واحد وشنا هي الحاجة اللي يحب ياكلها والحاجة اللي شافها دونك احنا اليوم بويسك قاعدين نمسمش في اخر ايامات في رمضان قلنا نعملوا شهوه انا اصبحت شاهيها من الصباح محل نشتيها تقولوا احنا مرتين ثلاثه في العام هذا باش نعملوا كمونيه اليوم كمونيه نجموا نعملوها بالطبيعه الصباح يا شيخ حرام عليك كمونيه بدنا ياسر كمونيه نجموا نعملوها بالشويبي نجموا معنا بالصوبيا نجمو نعملوها بطبيعة بالقرنيت هي مش نورمال والله ونجمو نعملوها كبدة والحمد هي أصلا كبدة شيف ولا كبدة يعني. هي أصلا كبدة والحمد وقلب وجيفاه معناها الأعضاء الحياتية الحاجات اللي نور عليها في مصر اللي هي الحلويات حلويات مثلا يقول لك كلها الحلويات متاعة العجل مثلا يقول لك اللي هي الكبدة والقلب والطحال والحاجات دي كلها اللي هي المشكل الحلويات احنا ما انا بوز با معناها مش كوميم نعرفهم اليوم اعضاء حياتي حلويات برشا فيها مش حلويات والله دي بونبون في القلب ظريفه جيجه تاع جيجه تاع جيجه دونك انا مش نحاول نعمل لك ريكاب فيت في باش نعطيهم ثلاثه كيفاش يتيبوا فيت في فيت في زاد نبدا سي الكمونيه نتاعنا بالطبيعه بالحم والكبده احنا مش ناخذوها من ستاندر ناخذوا بارتي ماذا بينا طريه من الحم البقري بالطبيعه نجمو ناخذوا بارتي من الفيلي نجمو ناخذوا بارتي من النوان نجمو ناخذوا بارتي من نقولوا احنا من الزهر من الزهر نتاع البقري نقصوها بالطبيعه بعد ما ناخذوها مع الجزار وكل نقصوها مكعبات صغار ناخذوا الكبده نتاعنا نقصوها زاده مكعبات أكبر شوية من الحم خاطر الكبدة في ساعة ما تهب وفي ساعة ما تطيب بتبيع باش نسحق وتما دوب الكونسنترين تاع تيوكال البنينة البيروكي اللي ديجا ما هيش قارصة معنا ما تستحقش اني باش مثلا نحط عليها سكر ولا نحط عليها أي أديتيف آخر باش نسحقوا شوية بصل باش نقصوا سيزلي أنا ماذا بيا البصل معناها كي نقصوا نقصوا دومي رونديل شطر رونديلة جويدة باش من بعد هكا كي نجم تعرف خبز العربي حمزه تطلع لي هكا شويه كبده على شويه بصل على شويه شيء يجبد بعض كثير كل شيء هذوما كل نبداو من الاول نقليو البصل في الزيت بالطبيعه شويه زيت نقليو البصل نتاعنا نزيدوهم الحم ونزيدوهم الكبده نخلطوها خلوط ومن بعد نزيدو التومات كونسنتري نفوحوا ملح وفلفل اكحل شويه تابلو كرويه بالنسبه للبريباراسيون اللي بالحم والكمون ديما نزيدوه في الاخر بعد ما نعملو المهم نمرقوا معناها الصوص نتاعنا تحب نمرقوها بما يغلي باش في ساعة تحضر لي والا تحب نوسعوا بالنا شوية نكسروا البريباراسيون معناها نمرقوها المرة الأولى تعاود تنجح من الماء نعاودو نمرقوها المرة الثانية لين تنجح من الماء المرة الثالثة تعطيني الصوص اللي قولوا احنا تبدا مطمطمة عاقدة تعطي حاجة تعمل 66 كيف معنا نمرقوها على ثلاثة مرات فيهم شو صب الكونتيتي متاع الماء فرد مرة مقسمها على ثلاثة مرات نصب ونخليها تنجح من الماء نعود نصب معنا تعاود العملية هذه ثلاثة مرات وما ننسيو شكل البطاطا المشلخة نقول انا رونديليت متاع البطاطا يبدو مقصوصين يتقليو في زيت سخون يبدو يتقرمشوا معهم شوية ملح وكمون
يترميو فك الكمونية قرن فلفل مقلي حدث لا حرج لا حدث حدث ولا يهمك خلاص خلاص ديما دوك راس المال ايه دونك البريباراسيون الثانية اللي هي كمونية بالقرنيط فما أسوس في القرنيط احنا نعرفش فما شكون يستعملها فما شكون لا القرنيط باش تحبو يطلع هابي راهو لازم يطيب في الماء نتاعو تاخذ كعبة قرنيط بعد ما صبتناها وركحناها بالطبيعة تحطها لا تزيدها ماء لا حتى شيء تحطها في كسرونة ولا كوكوت كان عندها كليب الزفارة نقولوا احنا تحطها على نار هادية تحط القرنيطة نتاعك وتخليها تقر ماها وتطيب في ماها انا ما غير لا تزيدها لا ماء لا ملح لا زيت لا حتى شيء أربع دراج تبقى القرنيطة كاملة ما شاء الله تقعد طيبة انت تجبد الصباع من يجي معك دونك هذا هي البريباراسيون الثاني نطيبوا القرنيطة بالميثود اللي قلت عليها من بعد ناخذوا سبع القرنيط نقصوهم كيف نقليهم في شوية زيت وبصل ونزيدوهم الثوم بالقدا نجمو نزيدو شوية معدنوس نزيدوها من بعد نحطوا طومات كونسونتري نتاع توكال شويه هروس خاطر هكا حاجات فرويد مير ماذا بينا يبداو محرحرين شويه هروس تاع توكال مبنو بين نجمو نزيدو شويه فلفل مدشدش فلفل مكوش حط ولا يهمك بالنسبه معناها اللي بالسوبيا شويه بيقولوا احنا سهله التطيب نتاعها ما تسحقش برشا وقت تاخذ الشوبي نتاعك ماذا بيك ديما تعطيهم الحوايط ينظفهم لك باش نحي لك اللونكر الحبار هذاك الكل قولوا احنا قصها زادة دي ترانش معناها باهين شويه زيت وبصل وثوم ونزيدوا طومات كونسنتري شويه هروس نفس الميثود معناها تعاود بريسك كل شيء هذا يا سيدي الريكاب نتاع الكمونية البنينة نتاعنا أيوة. ما غير ما نوسي هكا نهتو كل البلاد العربي ناخذ شويه الخبز بس بس واش ماز هذاك احنا عندنا خضر برشا انواع في الخبز القروي قولوا احنا خبز صيني الصينيه العاليه هذاك والبشمات هذاك الخبز العيد خبز العيد هذاك اللي نهارين اخرين ولا تقيم صحيح هو انا نلقوه هو موجود توا اما نهار قبل العيد بنهار يولي يتباع كان هو معنا اللي يتباع بالصينيه بالكيلو يبدا فيه غالي 3 كيلو ثم واحدة اقل حجر تل بحال ثم برتل كيلو 3 كيلو 5 كيلو لا حد بركال بيرات رب هذا في الكمونية متيع هذا يا سيدي البلا المالح هذا البلا المالح حلو يا حلو يمشي لي الحلو اسمعني في الديسير قلنا هي لما حالة معناها يغلبني الوقت وما شاء الله فما برشا رساتات اللي نسيت هذيك فما برشا عبيد يقولك انا نحب نعمل كنافة في الدار علاش ناخذ انا الكنافة ما تنجح ليش وي علاش نقعد ما يحبش كيما في مخه ونظيفة وكل شيء دونك انا قلت نعمل باش نعملوا كنافة حاجة سهلة راي اسهل منها ما فماش جوست ناخذوا الشعرة هذيك البات تتباع تو في لي جراند سيرفاس كنت معنا قبل تباع كل يخدم هي بات نتاع كنافة شوفو دونج اصغر تجي واضح شوفو دونج تمشي فيرميسي تمشي مالح اكثر فهمت ما هي البات تاع الكنيفة تجي شعرة كاملة طويلة كما شعرة العبد نقولوا احنا تتباع مع بعضها تعطيك لاسبي هو لا يشابه ماك الحكاكة العربي نتاعنا القديمة شيء لا يشابه ما نفس المنظر نفس المنظر ان توكا ناخذ سيدي البات الكنيفة نتاعنا هي ديجا باش تبدا شاحة شوية قصوها احنا بالسكينة اجود من نجم انا باش نهاشيوها عباره ما نريحوهاش بالميكسور ترحى بالميكسور تولي بودر تضيع نعملوها بالسكينه عباره كيف كيف تيجي عباره ماكل معدنوس نقولوا احنا تعرف المعدنوس معناها باش نهارو شويه ناخذ سيدي شويه سمن عربي ولا زبده اللي يحب باش نعطي تو بالنسبه للزانغريديون هو الباك هذاك يبيعوا فيه في 500 غرام باه على 500 غرام نسحقوا 250 غرام سمن معنا دي ما اشتر الكونتيتي تاع البات سمن معنا سمن ولا زبدة هو مستحسن لما حالة زبدة شايف السمن انا نحسها واحدة من قوية برش لا والله لا بربي جيف الحلو اوكي ما سمن جيف الحلو حاجة بنينة حاجة اوريجينال اريا رقوب بنينة فما كل
نقولوا احنا كيفاش هي كل مراره اللي موجوده في الحاجه العربي ما تلقايش في الزبده. فهمتك. معناها غير الطبيعي واضحه. دونك اشتر الكونتيتي نتاع الكنافه نتاعنا نحطوا عليها سمن ذايب بالطبيعه، بس بثوره نعملوه كيما نعملوا الكسكسي. انا نشدوا الواحد الباط نتاعنا نحطوه بالبدا لين دون فاسون كسمن الذايب الكل يدخل في يدخل كل شعره. ناخذوا ثلثين نتاع الكونتيتي معنا لو دو تيير نحطوها في معنا اذا عندنا طبق نحاس، اذا عندنا حاجه نجم نحطوها على النار طول. مثلا مول نتاع كيك نتاع تشيز كيك تو ديبون اي حاجه نجم نحطوها على النار وما تكحليش. سينو شرسينا ناخذوا قلايه تيفال ماذا بينا القلايه تكون جويده كيما نتاع الكريب. حطها على النار ندهنوها بشويه سمن بطبيعه ملوطه، نحطوا البات نتاعنا ننزلوا عليها بمعون مثلا ننزلوا عليها بكيس دون فاسون معناها تلصق في بعضها. وبيان الميثود الثاني ان ندخلوها الحاجه معناها هذيك ندخلوا نطيبوها في الفرن الاول طيبوها بالضبط لمده 4 ساعات معناها بعد ما نزلنا فيكسيناها الكل ندخلوها للفرن في 180 درجه لمده 4 ساعات بعد نخرجوا الوحده نتاعنا من الفرن. انا مش نعملها بالموتزاريلا العربي، الموتزاريلا العربي جوست يزمك تحضرها قبل ما تحطها في الكنافه نتاعك. فما اللي يعملها بالقشده، القشده ديجا فيها بريباراسيون وحدها وصعيب شويه تحضيرها خاطر فيها حليب ونشا وتزيدها ماتير جراس. موتزاريلا العربي جوست ناخذ الموتزاريلا العربي نتاعنا قصوها نخليها تستقطر لمده ليله كامله حضروها معنا لافي. والا اللي عنده فما كل تشبه للمنشفة هي معناها خليها تستقطر على القوة في الفريجيدير خليها تستقطر ليلة كاملة لين تقر الماء نتاعها. خلاص كيفاش نحطها طول هي كيكة ديجا باش تسيب لي الماء في وسط البات باش تولي تكسر لي الكنافة. دونك ناخذوا احنا الموتزاريلا هذيك العربي ينقصوها ونغسلوها ونعصروها برشا مرات إذا نحبوا نحضروها فيسع. أنا نقصها ترونشات صغار ونغسلوها ونقعدوا نعصروا فيها بيدينا ولا بحاجة نشوفوا احنا ب شو ليقه كذا اي حاجه عنا في كوجينا سينو نخليها تستقطر فيها اقلها ليله كامله ما عندنا حتى مشكل. دونك من بعد نكملوا نغطيوها بك لو انتير نتاع البات اللي قعد نخليوها تطيب. اذا ندخلوها للفور نحطوها نحطوا معنا الغاز من الفوق هكا هاو. اذا باش نعملوها على النار نعملوها طول بالطبيعه على النار على الشيره اللي ماهيش طايبه وديما نحاولوا ننزلوا معنا باش نفيكسي وتخلي البات لاصقه في بعض. بالنسبة للسيرو قد الماء قد سكر نعملوا عليه شتاير مثلا على 100 جرام سكر نزيدوا عليهم 100 جرام ماء نعملوا شتاير كعبة قارص هذاك نسقيو به من الفوق فوالا. وسي الكنافة نجمو نزينوها بالطبيعة بالكريم شونتيي نجمو فمك المارش مالو ولاو يتباعوا صحيح مودرن شوية فما اللي يحط فيها نوتيلا ما هي خويا بنتها كيكة بالفروماج نتاعها بالطبيعة نجمو نزيدو فيها شوية فرويسات واللي أقوى من هذا في بيت مع الموتزاريلا نجمو نحطو شوية معجون كيكة. داكور تولي عنا فروي روج فروماج كنت ذكر وقت عملنا كلي شوسون بالموتزاريلا بالموتزاريلا والمعجون كان عنا مثلا توا كعبتها وفما التوت فما معنا ما شاء الله الغلة قاعدة تطلع معنا بداية السيزون خيرات ربي كل واحد شيخ روح على كل يا كريم يعطيك صحة شايف هانو حتى العباد اللي يتسألوا على الكنافة كيفاش نجم تكون هانو واضحة هذول العملية كيفاش نعملوا الكنافة دو أجوسكا زيد هانو شايف عطاتكم ليزاستوس اللي تنجموا تعملوها الكل في ديركم وكيفاش تنجموا تعالجوا الشعر هذاك أو شوف نجموا قولوا له شايف شوف دونج أقرب هو بات معناها نجم نقولوا شو بات شوفو بات قطايف ايوا فوالا القطايف اكزاكتومون القطايف الوغ كيفاش نجمو نترتيوها بالسمن او بالزبده يعطيك صحه شايف على النصائح هذه الكل ولي غوسيت في غوسيت توكال غوسيت توكال غوسيت توكال يلا سيدي حضروا ارواحكم بعد شويه ماذا بكم تعدلوا من توا الموجه على 90.3 على خاطر بعد شويه بعد موجز الانباء باش يكون فريق كامل يستنى في التاكسي المحفوظ يا حظو يا سعد اللي هنكون من نصيبك اللي تختفوا انت يا صلاح وباش تعطيه الكادو هذا المزيان من اهداء بارفيمري الحليوي مدلتكم 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 انا واحده من الناس اللي عملت كيك سنيك بيك عرفت شنو فيه
برشا دي زارتيكل مزيانين يسهلوكم حاجات نتاع العيد باش تدلوا المراه القرويه اللي دخلت للكوجينه واكيد تعبت وهذه الكادو نتاع حق الملح اللي تستاهلو اي امراه تونسيه. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم توت سويت بالموسيقى التونسيه ورجعينا. بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان. مرحبا بالناس كل مع عضله الموجة علينا، احنا اكيد معكم دائما، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في كرهبها في الشارع القيرواني. لو قيت هذه نخرج احنا دائما للشارع القيرواني ونحاولوا انه نربحوكم الكادو مزيان من اهدى بارفومري الحليوي. يلا عنا السلاح اكيد ان غون ميرسي لي بارفومري الحليوي اللي ديما مدلتنا باللي كادو المزيانين اكيد اللي يستاهلكم واللي يستاهل اي امراه تونسيه دخلت للكوجينه ولا اي حد ساهم هكا في نجاح الليلي رمضان والشهيوي والتصيم. يلا سيدي عنا صلاح في الثنيه، على صلاح معنا في التليفون. مرحبا يا صلاح. يا هلا يا نور، يا مساء الفل على الساده المستمعين اذاعه الحياه اف ام. النهارده نشوفكم الشارع للمره على التوالي اهوت، نشوف اجواء الناس واجواء الاحتفالات بالعيد. اليوم الطقس شنو حواله؟ الطقس البر طقس خريفي جميل جدا، يعني خريفي صيفي شتوي في كل حاجه، يعني ما تلاقيش الطقس لحظه بيتبدل. ايوه نزلت انا وشاكر نشوف اي تاكسي ومعنا طبعا صديقتنا دايما اللي موجوده معنا باستمرار اون. شوفوا لنا اي تاكسي يا جماعه كده نخطف اي واحد تاكسي. انت عندك زهر في التاكسيات، عندك زهر بيه في التاكسيات. نوايا هي نوايا لحظه يا اسطى. ايوه ممكن تلفنا بعد اذنك؟ تلفنا بعد اذنك تاكسي تري بيان. اتعب عشاننا والنبي، اكبر بخاطرنا ربنا يكبر بخاطرك. مش تعب الراجل يا صلاح، شوف الراجل اجيب يعاني. ابعد انت برك. خليك يا سيدي تري بيان. لقينا سيدي. السلام عليكم. ايوه يا سيدي صلاح، نتعرفوا على التاكسيست. ربنا يخليك. اذاعه الحياه هذا لا كويس. معاك فريق اذاعه الحياه جايين عشان نسالك شويه اسئله ونختبر حضرتك كرهينه كده معانا. مستعد؟ قرب شوية الميكرو يا صلاح. ايوه اهلا وسهلا بيك، رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. متجوز يا اخو معز؟ بالك قد ايه؟ اخونا معز كان يحاول يقرب اكثر من الميكرو باش نسمعوه، حتى ما يجيش يقرب الميكرو شويه. اه عندك 10 سنين متجوز؟ والجواز كويس معاك تمام؟ الحمد لله. شايف مشاكل؟ الحمد لله. الدنيا حلوه معاك؟ يا جدع رجاله زي بعض. الحمد لله. ربنا يخليكم لبعض، انا بهدي النفوس بس. عندك اولاد؟ عندي. ربنا يبارك لكم يا رب. كم اعمارهم؟ 9 سنين و5 سنين. ما شاء الله، ربنا يطرح فيهم البركه يا رب ويجعلهم لكم الذريه الصالحه. احنا جايين كده نعمل معاك كده 5 دقايق كده بسيطه ولذيذه عشان ما نعطلكش على شغلك. عايزك بس تقول لنا يعني زعلان بجد ان رمضان انتهى ولا بالنسبه لك عادي؟ بص رمضان نصفه اخرى. زي بالظبط، يعني ايه اللي بيمتاز الطيران؟ البركه بالتصوير، الناس تقف مع بعضها في كل شيء. الله عليك. جو وحده برجليه رمضان فوق الرباح. اكيد طبعا. وامبارح ليله الاحتفال بليله القدر، شفت الكهرباء كانت عامله ازاي؟ كانت في زحمه طبعا. احنا بالطبيعه كل يوم 27 كل عام هيك في القروان، عنا عامين ما شفناش السيديه خلاص. صح، عشان الناس كانت في كورونا والناس كانت بكبت وما تداوش. انا نفيته الحمد لله، رجعت الدنيا لبيت وان شاء الله ربي يبعد علينا اخويا وان شاء الله ما توصي مقبول. ربنا يخليك. طب عايز اسالك سؤال كده، في رمضان يعني قضيت يومك ازاي؟ بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ انت دايما على الطريق طبعا وبتتعب وكل حاجه. الحمد لله مع كله يتعدل. طب لما بتروح على الدار وقبل الفطار كده مثلا، نشوف معظم الناس اللي بيخدموا التكسيه او معظم الرجاله بصفه عامه بيكونوا زي ما بقول لك ايه، يعني بتعصبوا بسرعه بقى والاكل وما بيحبش يسمع صوت العيال بقى وطول النهار صايم وشغل، فانت بيبقى عندك طوله البال تتعصب عليهم. انا بحكم الخدمه دي ما مرش صغاري وما ما نعيش برشا مع العيله وكل شيء، بالعكس انا كيف نروح نفرح بصغاري وكذا. وربنا يخليك لهم ايدك. وطب وقت الفطور كده بيبقى ايدك مع المدام كده في المطبخ واصحابك؟
تحضر وتعمل، ولا بتبقى قاعد كده ملك زمانك هم اللي بيحضروا كل حاجة؟ نعم نحب هكذا. تبدأ برتاح بس. ولا ما نتمثل 200 واحد في الظروف ولا كربة تصليح نعاون. أكيد طبعا أنت أكيد هتلاقي الوقت اللي أنت ما فيش فيه خدمة، وأكيد هتقف بيدك بإيدهم وتساعدهم وتعاونهم، لأن المرأة بصراحة هنا بصفة عامة يعني والتونسية أو المرأة العربية عادة أو عموما يعني في الكوجينه وفي رمضان بالذات بيبقى يعني لازم نقدر تعبها، ولازم نعرف قد ايه هي بتبقى حمله مسؤوليه الولاد وحمله مسؤوليه الصيام والفطار وهاتوا هنا واعملوا هنا. وغير كده بقى ممكن يبقى الراجل جاي بقى من الشغل متضايق ومتعصب لسه الفطار ما حضرش، وانت عارف المشاكل اللي بتحصل دي، فلازم يبقى الراجل طبعا زي ما انت قلت ايده مع ايد مراته في كل حاجه صح؟ طب يا اخوي احنا جايين لك النهارده بكادو جميل جدا ومزيان من برفيوم الحلوي تحت اشراف اذاعه الحياه، وكان من حظك ونصيبك وتعدينا بيك كمان ان احنا لقيناك وتشرفنا بيك. ان شاء الله رب يحمينا وان شاء الله كل عام وحده. الكادو اخذوا للكاميرا كده. مبروك يا سيدي، ان شاء الله الف مبروك. الكادو المزين من اهداء الحلوي فراجرانس الحليوي، ونحبك توصل لنا رساله للمدام اتمنى تكون بتسمعنا. تحب تقول لها ايه؟ ايوه ربي يطول في عمرها هي وكل الام، ربي يطول لك في رسالتك لذات الحياه. يس هاتك صح خلال الاثنين ان شاء الله هكا ان شاء الله دينا نحسن لاحسن ان شاء الله نهنوكم ونفس العيد. يعطيك الصحة سي معز، يعطيك الصحة الصلاح، مشكورين أكيد على المداخلة، إن شاء الله ديما هكا فرحانين، إن شاء الله عيدكم مبروك أنت والمدام. سينو احنا إن شاء الله أخذوا زيد في كله معاكم كل ليلة، كل لا مش كل ليلة محالة، أخذوا آخر نهار باش يكون معاكم في بنة رمضان كما رافقناكم كما كل يوم. وبنة رمضان غدوة باش يكون آخر حلقة لنا معاكم بالنسبة لس سيزون هذه. شكر كبير لتوكال اللي امنت لنا لا سيزون بالنسبه للسنه في رمضان، ايضا لبارفينري الحليوي للكيب تكنيك اللي دائما معاكم، زميلنا احمد المخلوفي، زميلنا شكر، زميلتنا انس، زميلنا امين، زميلنا احمد شفار، زميلنا سهيم، كل الزملاء في الكيب تكنيك. يعطيك الصحه حمزه بالشيخ. نور قبل كل شيء بالحق غدو اخر حصه، صدقني نحس في حاجه بالحق، نحس في حاجه عزيزه هكا باش نفارقها. والله خاطر ترى هكا شهر كامل وانت تحضر وتشوفك المجهود مع الكيب الكل، فهمتني، وكل الجو اللي تخلق في الاستوديو في اللايف حاجات بالحق تقعد سوفونير حلو على الاخر. غدوه ان شاء الله في الحلقه الاخيره عندنا برشا مفاجآت في الحكايات وكل شيء، باش تحكيوا على ان شاء الله نقول لكم كيك المباركه، باش تحكيوا على العيد ومفاجأة العيد، وان شاء الله غدوه نقول لكم عيدكم مبروك بالفم والملاء غدوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه انت حمزه بشير خان، ميرسي لامين رماح، لصلاح اللي دائما معانا، وكل الاكيب اللي ساهمت في انجاح الحصه. يلا كنت معكم نور البيجي، نتلقاو غدوه في نفس التوقيت ان شاء الله. تفطروا وتصوموا بالصحه، شيء طيبه انسكم مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان، انت يلي تسمع فينا جبنا لكم دباره بنينه في وسطها حكايه وتشنشينه، ما لفاش تستنى وعدل الموجه مع نور ولي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعه من ماضي كثر الخمسه على الحياه فام. رمضان على الحياه فام بنه اخرى.